بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد المحاضرة الثانية للـ Adaptation of Cellular Growth and Differentiation. ايه الـ ILOs اللي انا مفروض اعرفها من المحاضرة دي؟ هعرف الـ Types بتاعت الـ Hyperplasia، هعرف يعني ايه Metaplasia الـ Types والـ Clinical Importance بتاعتها، هعرف يعني ايه Dysplasia والـ Carcinoma in situ، وايه ان هما غالبا بيحصلوا ما قبل المالجنسي، وهتعرف يعني ايه ديسبليزيا باثولوجيكال بيكتشر. طيب اول حاجه هتكلم عنها الهايبربليزيا. يعني ايه هايبربليزيا؟ زي ما قلنا الفرق بينها وبين الهايبرتروفي، هايبربليزيا انكريز في السايز والويت بتاع الاورجان او التيشو نتيجه لزياده في النمبر اوف كومبوننت سيلز، عكس الهايبرتروفي انكريز في السايز بتاع السيلز. طيب ايه التايبس بتاعتنا؟ في فيسيولوجيكال وفي باثولوجيكال. ايه الفيسيولوجيكال؟ في البريست وجينيتال اورجانز بتحصل بعض البيوبرتي، اول ما الواحد بيبدا يبلغ فيبدا الجينيتال اورجانز والبريست يزيدوا، دي حاجه فيسيولوجيكال بيزيد في العدد بتاعها. او باثولوجيكال عندنا مثالين، كومبنساتوري وهرمونال. ايه الكومبنساتوري؟ زي لما الواحد بيبقى بيحصل فيه هيموريج او هيموليسيس، الدم بتاعه بيتكسر او بينزف، بيبدا يحصل فيه هايبربليزيا في البون مارو عشان يعوض الهيموريج ده، او هايبربليزيا في الليفر بعد ما بعمل بشيل جزء من الليفر بارشال هيباتيكتومي. طيب ده كومبنساتوري، حاجه تعويضيه. هرمونال يعني ايه هرمونال؟ بشوف في انهي امثله، يعني في الاندوميتريوم وفي البريست بيحصل فيهم هايبربليزيا نتيجه لاستروجينيك هرمون بتزوده، او اندروجينيك هرمون بتاثر على البروستات. يعني انا عندي اورجانز زي البريست والاندوميتريا، لما بيزيد الاستروجين بيبدا يعمل ديزيزز معينه، زياده في السيلز، حاجه اسمها ماماري سيستيك هايبربليزيا، او لما بيبقى فيه هرمون زي اندروجين في الميل بيزيد بيبدا يعمل ايه؟ تضخم في البروستاتا، النودولار هايبربليزيا اوف بروستات. حاجه بعد كده اسمها irritation hyperplasia. يعني ايه المثال بتاعنا او بنعرفه بنشوفه في ايه؟ hyperplasia في الليمفويد تيشو، في الانفكشن والتوكسيميا، في امراض معينه بتاثر على الليمف نود فبتعمل فيها irritation فتبدا تعمل hyperplasia في السيلز بتاعتها. زي ما يكون واحد عنده inflammation فالاقي في الليمف نود زياده، مثلا لو دبس وجعه بيبدا الليمف نود يبدا الاقيها كبرت نتيجه الايريتيشن بيخلي السيلز تزيد في العدد بتاعها. او ابيثيليال هايبربليزيا زي في حالات ايه؟ البلهافزيزس، ده انفكشن، الانفكشن ده يخلي الايريتيشن ده يخلي الابيثيليوم نفسه يبدا يزيد في العدد السيلز بتاعته، تمام؟ دي يسموها ابيثيليال هايبربليزيا، ده في حالات البلهافزيزس او في الفايرال انفكشن زي الوورتس، تمام؟ ايه اهميه الهايبربليزيا دي؟ السيلز بتزيد في العدد ليه؟ عشان تواجه الفانكشنال ديموند اللي محتاجه الجسم، بس it is limited. ده الفرق بينها وبين النيوبليزيا. هايبربليزيا بيبقى نتيجه لستيميوليشن معين، سبب معين، بعكس النيوبليزيا اللي هناخدها بعدين دي بدون اسباب، السيلز اتجننت وبزادت في العدد كده وتغيرت في الشكل من غير اسباب. لكن هايبربليزيا في استيميوليشن وريفيرسابل، بيرجع مجرد ان انا شلت الاستيمولس ده يرجع التيشو زي ما كان، بعكس قلنا النيوبليزيا. لكن احيانا بيحصل الهايبربليزيا بتزيد والستيميوليشن ده وانا ما منعتهوش فيفضل شغال فيبدا يتحول من هايبربليزيا لايه؟ لنيوبليزيا، يتحول لحاجه مالجنانت، تمام؟ او لتيومر عموما سواء كان بيناين او مالجنانت. ده الامثله بتاعتنا في البريست واليوتراس والبروستيت والثايرويد، تمام؟ يعني الهايبربليزيا ممكن تبقى بري كانسرس. طيب ايه ديس اوف ذا سيلولار ديفرنشيشن بقى؟ مش انكريز جروس ولا ديكريز جروس زي اللي خدناهم، خدنا ديكريز جروس الاتروفي، ديكريز جروس الهايبربليزيا والهايبرتروفي. هنا بقى ديس اوف ذا لخبطه في السيلولار ديفرنشيشن. طيب يعني ايه المثال بتاعنا؟ اول مثال عشان نفهم معناها ايه هناخد الميتابليزيا. الميتابليزيا دي ترانسفورميشن، بيتحول في one type of differentiated cells
نوع من differentiated cells into another type of differentiated cells, نوع تاني من differentiated cells of the same group. ليه بقى؟ To adapt themselves to change in environment or function. عشان في تغيير في environment أو في function, فلازم تتحول من نوع epithelium إلى نوع epithelium تاني of the same group. إيه types بتاعتنا؟ في حاجة اسمها epithelial metaplasia. إيه هي epithelial metaplasia دي؟ دي غالبا بتبقى reversible زيها زي الهايبربليزيا, مجرد انا شلت الستيمولس خلاص يرجع reversible, ترجع زي ما كانت تيشو. الامثله بتاعه الابيثيليال دي في سكويمس وفي جلاندولار او كولامنر. السكويمس ده بيبقى عباره عن ايه, كولامنر او ترانزيشنال ابيثيليال, بيحصل له تشينج بيتغير يبقى لاستراتيفايد سكويمس ابيثيليال. يعني ليه من كلامينر او ترانزيشنال لستراتيفايد سكويموس؟ لانه هو مور ريزيستنس, هو اقوى. زي في حالات ايه, في الكرونيك انفلاميشن في البرونكاي, في اي انفلاميشن في البرونكاي بتتحول من سودو ستراتيفايد كلامينر سيليتد ابيثيليوم تحول لسكويموس ابيثيليوم. في الجول بلادر زي في الايفيتيشن كده مع الستونز, في الاندو سيرفكس في كرونيك سيرفاسايتس, في البلهاف زيزيس او في الستون, اي حاجة تأثر لنا البلادة وفي ايبيتيشن كتير, فده يخلي الابيثيليوم يتحول لحاجة اقوى, فيتحول مثلا من ترانزيشنال لايه السكويمس, يعني سكويمس اقوى. تمام, ده اسمه سكويمس ميتابليزيا. طيب ايه الميتابليزيا التانية من نوع الابيثيليال تايب؟ الجلاندولار اوف كلامينر ميتابليزيا. ده السكومات بشوفه في ايه, حالات ايه بشوفه؟ في الجاستريك ابيثيليوم اراوند البيبتيك ألسر. It may change, بيتحول لانتستينال تايب خلاص, او كمان بشوفه في اللور بارت بتاع الاسوفيجاس, نتيجه احيانا بيبقى فيه اللي هو ريفلكس اسوفيجايتس اللي هو الحمض نفسه او بتاع المعده بيبدا يطلع على اللي هو الاسترجاع, يطلع على الاسوفيجاس فيبدا يعمل فيها ايفيتيشن فتتحول برضه يحصل فيها ميتابليزيا, تتحول لايه الابيثيليوم تاني بيبقى كولامينر. تمام, الجوبلت سيلز. وفي حالات برضو السيستايتس جلاندولاريس اللي بشوفها في البلهافزيزيس بيبقى تتحول من ترانزيشنال ابيثيليوم بيتحول لجلاندولار ابيثيليوم اللي هو كولامينر ابيثيليوم, فده اسمه نوع من انواع الميتابليزيا. يبقى اتحولت ان هو الابيثيليوم سواء كان شكله اتحول لكولامينر او جلاندولار ابيثيليوم. عندنا ثلاث امثله زي في الجاستريك ابيثيليوم وفي الريفلكس اوسوفيجايتس وفي السيستايتس جلانديولاريس. طيب ده ابيثيليال وخلصنا في سكويمس وفي كولامينا. تاني نوع كونكتيف تيشو ميتابليزيا. ايه كونكتيف تيشو ميتابليزيا ده؟ ده تايب من الكونكتيف تيشو بيتشينج تو انذر تايب اوف كونكتيف تيشو. زي ما احنا قلنا الميتابليزيا بتحول من نوع لنوع اوف ذا سيم جروب. ايه الامثله بتاعتنا؟ تروماتيك مايوسايتس اوسوفيجايتس. ده عبارة عن ايه؟ ده تروما بتحصل في المصل بتكون فيها هيماتوما في الجزء اللي حصل فيه تروما ده, وبعد كده يحصل فيها اورجانيزيشن وتيجي يحصل فيه جرانيوليشن تيشو فايبروبلاست تيجي تدخل في الهيماتوما, والاقي الفايبروبلاست بتحولت من اللي هو ميزنكايمال تايب فايبروبلاست الى اوستيوبلاست, ويبقى فيه بون موجود في المصل جوه المصل, لا المصل كده فيها جزء ناشف, دي اسمها تروماتيك مايوسايتس اوسوفيكس. او احيانا بلاقي بون بيبقى موجود في سكار او في اسوميتس ليجن او في كلاسيفايد توبيركلاس ليجن. كل الحاجات دي الفايبروبلاست اللي فيها غالبا بيحصل لها تشينج تحول ايه لاوستيوبلاست وميزنكايمال ميزنكايمال تيشو. طيب ايه الحاجه اللي بعد كده؟ النوع الثالث سيروزال او ميزوثيليال ميتابليزيا. ده بيحصل فين؟ بنتيجه للايريتيشن اوف سيروزال سيلز. السيروزال سيلز اللي بتبقى لايننج للبيتونيوم والبلوره والكلام ده تشينج زيم تو كيبويدر او كولامينر او الجلاندولار او ستيفايد سكويمس. ابيثيليوم تتغير من سيروزال للانواع دي. طيب ايه المثال بتاعنا؟ زي في البريتونيوم احيانا مي ديفلوب خلاص بيدينا زي اندوميتريال تيشو اندوميتريوزيس نتيجه سيروزال ميتابليزيا, بتحول من السيروزال سيلز تبقى عامله الاندوميتريال زي اندوميتريال لايننج بتاعت السيلز فتبقى تدينا زي اندوميتريوزيس. تمام, طيب ايه اللي بعد كده؟ النوع الميتابليزيا اللي بعد كده تيومر ميتابليزيا, نوت ترو ميتابليزيا. دي مش ميتابليزيا حقيقيه. اوكي بتحصل فين؟ في السيلز او الاستروما بتاعه المالجنانت تيومرز.
يعني في مالجنانت تيشو في تيومر موجود والاقي السيلز بتاعته او الاسترومال سيلز نفسها بتبدا تتحول زي الادينوكارسينوم. الادينوكارسينوم ده كارس التيومر من الجلاندولار ابيثيليا. الاقي في اماكن هيبدا يحصل فيها سكويموس ميتابليزيا بتتحول مش هو جلاند بس وكلها من نفس السيلز تتحول لسكويموس ده بنسميها حتى ادينو اكانسوما. طيب احيانا برضو مثلا في الترانزيشنال سيل كارسينوما المالجنسي اللي بيحصل من الترانزيشنال ابيثيليوم او اليوريثيليوم ده بيبدا الاقي فيها اماكن بيبقى فيها سكويموس بشكلها سكويموس ده اسمها سكويموس ديفرنشيشن. دي كل ده في اليورينري بلاد. دي كلها امثله في التيومرز بلاقي تبقى فيها ابيثيليوم معين بيطلع منه تيومر معين ويبدا يحصل فيه ميتابليزيا الاقي فيه اماكن تانية بشكل ابيثيليوم مختلف زي الامثله بتاعتنا في الاندوميتريوم يبقى فيه الاماكن اصلا ادينوكارسينوما يبقى فيه حته سكويموس فنسميها ادينو اكانسوما. ترانزيشنال ابيثيليوم اصلا ترانزيشنال سيل كارسينوما الاقي فيها حته اماكن يبقى فيها سكويموس ديفرنشيشن. طب ايه كلينيكال سيجنيفيكانس بتاعت الابيثيليوم ميتابليزيا؟ ايه استفدته انا من الابيثيليوم ميتابليزيا دي؟ اول حاجه بيبقى فيه لوس للامبورتنت فانكشن زي ايه اللوس اوف ذا سيليا and mucus production في البرونكاي يؤدي الى recurrent infection. يعني انا دلوقتي لما تحورت من certified squamous epithelium الموجود في البرونكاي اللي فيه سيليا اللي الفانكشن بتاعتها بتطلع اي بتحمينا وبتطلع اللي بتعمل mucus production والكلام ده اتحور وبقى الى squamous epithelium مفيش السيليا دي خلاص ومفيش السيلز بتاعت mucus production دي فيبدا يحصل فيه ايه يؤدينا الى ايه مفيش حاجه بتحمي فيبدا يحصل فيه recurrent infection. او ايه تاني الحاجه اللي انا الحاجه اللي انا بلاحظها لما بيحصل سكوماس ميتابليزيا او بيحصل ميتابليزيا بشكل عام ابيثيليال ميتابليزيا في حاله في مثال ايه تاني بريزيستنت كرونيك ايريتيشن ليد تو ميتابلاستيك ابيثيليا يؤدي الى ايه دلوقتي انا في ايريتيشن مستمر في انفلاميشن مستمر الابيثيليا متحول من شكل لشكل ده بيبقى بري مالجنانت تمام ده بيبقى ممكن يحصل عليه مالجنانسي اند كاست ترانسفورميشن زي ايه السكوماس سيل كارسينوما اوف ذا برونكاي اند يورينري بلادر زي مثلا حد عنده بالهيرزيتس وفي البلادر فيها انفلاميشن وايريتيشن مستمر فيبدا اليوريثيليوم ده بيتحول لحاجه اقوى الاقوى اللي هو سكوماس ابيثيليوم. السكوماس ابيثيليوم ده مع كتر الايريتيشن برضه يبدا يتحول لمالجنسي يدينا سكوماس سيل كارسينوما. طيب كده خلصنا الميتابليزيا ندخل بقى على الديسبليزيا. يعني ايه ديسبليزيا؟ الديفينيشن بتاعنا the disordered epithelial cellular proliferation with loss في cells تفقد the uniformity of individual cells loss of architectural orientation التنظيمة بتاعتها بتبدأ تختلف نتيجة لإيه بيبقى chronic irritation or chronic inflammation يبقى غالبا السيلز الموجودة المتربة تبقى بشكل معين بيبدأ تتحور شكل الخلايا نفسها تبقى مش شبه بعضها تبدأ تتغير شكلها والاركتكشر التنظيمة بتاعتها بتختلف ده نتيجة لو في ايفيتيشن مستمر او في انفلاميشن موجود. الامثلة بتاعتنا الميوكس ممبرين اي حاجة فيها سيرفيس ايبيثيليوم او ميوكس ممبرين دي بيحصل فيها ايفيتيشن مع الانفلاميشن كل ده تتحول ويبدأ يحصل فيها ديسبليزيا زي في السيرفيكس البرونكاي الاورال كافيتي يورينا بلودر الكولون جول بلودر اي حاجه ليها ابيثيليوم في الابيديرميس اند ليف. طيب ايه الباثولوجيكال فيتشر اللي انا بشوفه؟ الاقي السيلز دي بقى البلاستيك سيلز شو لوس اوف نورمال يونيفورميتي مش السيلز كلها يونيفورم مش شبه بعض وارنجمنت والتنظيمه كمان الاقي فيها اتيبيا. اتيبيا دي فيتشرز بتبقى مختلفه عن الطبيعيه يعني بوليمورفيزم. يعني ايه بوليمورفيزم؟ يعني اختلاف في احجامهم واشكالهم كل خليه مختلفه عن الثانيه ربنا دايما عامل الخلايا متنظمه بشكل معين ومترتبه وكلها شبه بعض وليها تنظيمه معينه تبدا بقى تختلف الحجم والسايز والشيب. هايبر كروماتيك النيوكليس بقيت كروماتين فيها اكتر انكريز الاني سي ريشيو النيوكليس زادت وبقيت مش الحجم الطبيعي بتاعها بالنسبه للسيتوبلازم واحيانا الاقي فيها مايتوزس معناها ان هي بتنقسم. طيب الدكري بتاعت الديسبليزيا الديسبليزيا دي غالبا بتبقى حاجه في السيرفيس ايبيثيليوم فبنديها ديجريز فيها مايلد ومودريت وسيفير. مايلد لما بتاثر على البيزل سيلز لو انا هقسم الايبيثيليوم بتاعنا ده فاز كومنت ايبيثيليوم مثلا ثلاث تلات التلت التحتاني البيزل يبقى مايلد ديسبليزيا لو خدت التلتين اللي تحت لوور تو سيلز يبقى مودريت ديسبليزيا لو كله يبقى سيفير ديسبليزيا. طيب ايه البروجنوزيس والسيجنيفيكانس؟
المايلد والمودريت غالبا بيبقوا ريفيرسبل، مجرد ان شلت المصدر بتاع الايفيتيشن والكرونيك انفلاميشن ده بترجع زي الطبيعي، بعكس السيفير ديسبليزيا. السيفير ديسبليزيا دي غالبا بيبقى بري انفيزيف، بتبقى مرحله ما قبل ان يحصل فيها مالجنسي ويحصل انفلتريشن. دايما الفرق بين الديسبليزيا وال او الكارسينوما انسايتو، هنقول يعني ايه كارسينوما انسايتو دلوقتي. السيفير ديسبليزيا دي ايكوال لكارسينوما انسايتو او انترا ابيثيل كارسينوما. ممكن السيفير ديسبليزيا يعني بتاخد الابيثيليوم كله، السيلز فيها شكلها فيها مايتوزيس وان في ريشيو عالي ومختلفه في الشكل والشيب والارنجمنت مش مظبوط، بس ستيل قاعده على بيزمنت ميمبرين محترم، ما عملتش انفلتريشن، ما دخلتش، ما تحولتش لمالجنس. دي بقى بتبقى غالبا بيحصل انطوب عليها، بيحصل في انفيجن. يعني ايه الكارسينوما انسايتو او اسم تاني انترا ابيثيليال نيوبليزيا او انترا ابيثيليال كارسينوما او بري انفيزيف كارسينوما، كل دي نفس الاسم. ايه الديفينيشن بتاعها؟ دي بتمثل بري انفيزيف ستيج، مرحله ما قبل الانفيجن. بتتميز بان السيلز كلها بيبقى فيها سيفير ابيثيليال اتيبيا، سيفير ديسبليزيا، بس نوت مفيش انفيجن للبيزمنت ميمبرين. ده مهم جدا، لو حصل فيه انفيجن دي بقت مالجنسي. ايه السايتس؟ السايتس بيبقى فيها سيرفيس ابيثيليوم زي البلادر، سيرفيكس، اندوميتريوم او جلاندولار ابيثيليوم او جي اي تي، سكين، ماماري. طيب جروسلي بعيني بشوف ايه؟ غالبا بيبقى ديفيكولت ان اشوفها جروسلي، بس احيانا بيبقى فيه سك، حته بتبقى تخينه، انديوريتد باتش، نادرا قوي لما تعمل لنا ماس. طب الميكروسكوبي دي السيلز كلها متلخبطه، متلخبطه في مختلف الشكل والشيب، مختلفه في الارنجمنت بتاعها مش مظبوط، فيها سيفير اتيبيا وهايبر كوماتيزم واني سي ريشيو، كل الفيتشرز بتاعت السيفير اتيبيا موجوده فيها، وواخده كل الثيكنس، اول ذا ثيكنس، ثلاثه سيلز، والسيلز دي فيها كل الفيتشر، فيها مايتوزس بس ستيل نوت انفيد البيزمنت ميمبر. الفيت بتاعها غالبا بيبقى يحصلها بروجريشن لانفيزيف كارسينوما. اوكي افتر ايه بعد وقت بقى بتاخد وقت التحضير. ثانك يو.